جه بقى حكاية ان احنا نشتري المركز الثقافي جات ازاي؟ جينا في شهر ديسمبر 2004 فوجئنا ان البلدية بتعلن في الجريدة المحلية بتاعت الحي هنا انها بتبيع المدرسة ديت لشركة اسكان، هتعملوا اسكان للطلبة، هتعملوا سكن للستودنت فونينج. وبعدين انا وقفت متحير مش عارف اعمل ايه، مش عارف اعمل ايه. في واحدة بقى خادمة نشيطة جابت الخبر ده من الجرنان وراحت مصوراه وراحت لزقته على البيبان بتاعت الكامرز، الفصول كلها لفت عليها، كل باب تلزق عليه اعلان كده. وبعدين كان في عندنا واحدة هولندية يعني، وكانت بتيجي تحضر دروس عشان تنضم للكنيسة يعني، فقرت الإعلان ده فجات لي وهي مخضوضة كده بتقول طب أنت هتعمل إيه؟ قلت لها أنا الحقيقة مش عارف أعمل إيه، مش عارف. كان فات إيه 3-4 أشهر يمكن. قالت لي لا أنا أقول لك على حاجة، في محامين مخصوصين تروح لأدفوكاتو يكون مخصوص في مشاكل الخمينتة مع الناس. طيب وماله، نروح للمحامي وبعدين يعني؟ قالت لي وبعدين يعني الفورزيتر بتاع الدير راد بتاع الحي اللي احنا فيه ده، ده زميلي في الشغل، انا في مجلس المحافظة وهو معايا بعرفه كويس جدا، تحب اكلمه لك؟ قلت لها كلميه. وقد كان المحامي قال لنا طيب نمشي واحدة واحدة، وابتدى ايه يجهز شغله. المقابلة بتاعت العمدة بتاع الحي جابت نتيجة طيبة جدا. ليه بقى؟ اتاري كان وصلوا كلام غلط ان احنا المركز ما نستفيدش منه، يدوبك يوم الحد بعد الظهر بنفتحه وبقيت الاسبوع قافلينه. فالاخت ديت قالت له لا 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 لا، دول ناس نشطة جدا وعاملين نشاط جميل وانت لازم تزورهم. فقال لها ايوه فعلا، احنا كنا بقينا في 2005 بقى الكلام ده، ده هم عاملين احتفال عندهم ليهم 20 سنة في هولندا يعني، عاملين الخدمة بتاعتهم وانا معزوم في الاحتفال ده وهاجي احضر الاحتفال. وبالفعل جه حضر الاحتفال، وبعدين استقبلنا استقبال حلو في الاحتفال ورحبنا بيه وانبسط مننا ومن شغلنا، وبعدين طلبنا منه ميعاد عشان يجي يزورنا. فجي بعديها بأسبوعين ثلاثة جي زارنا، كان يوم الحد 30 أكتوبر. وبعد القداس خدناه ولفينا على فصول مدارس الأحد، يوميها كنا عندنا حوالي 20 فصل مدارس أحد شغالين. بقى هو نفسه مش مصدق يقول لي جبتوا الناس دي منين؟ قلت له لا ده النورمال بتاعنا بتاع كل أسبوع. وبعدين كان السيدات عندهم زي أتيليه تحت كده بيشتغلوا يفصلوا ويخيطوا يعملوا، كان في 50 واحدة ست قاعدين اللي تشتغلوا اللي تخيطوا اللي تفصلوا. دخل انبسط جدا. بعد كده دخل الفصل بتاع الشباب بقى قدموا له هدية وقدموا له ريبورت عن نشاطهم وخدمتهم، انبسط جدا. وهو مروح بقى سألته قلت له انت حضرتك يعني هتعمل معانا ايه؟ فقال لي كلمة مطمئنة، قال لي مش معقول هطلع مجموعة كبيرة زيكم كده ودي لباو بدرايف شركة اسكان تعملوا تكسب منه شوية فلوس. فكان رد ايه مريح. بعدها بأسبوعين عزمنا، رحنا زرناه في المكتب بتاعه، كان وقت اللونش خدنا معاه اللونش واحترمنا خالص وحيانا، وقال لنا انا انبسطت جدا من الزياره بتاعتي ليكو وانا سحبت كلامي مع شركه الاسكان وبعرض عليكو المكان، اتفضلوا انتوا خدوه اشتروه، بس قولوا لي هتعملوا بيه ايه، هتجيبوا الفلوس منين، هتشتري يعني البنك هيساعدكوا ازاي، وادوني تايمينج وقت يعني هتردوا عليا امتى. خدنا بقى الشهور اللي جت بعد كده ديسمبر ويناير وفبراير، خدنا شغل شاق جدا وقعدنا نهيل اندرزوك بحث كبير كده اهو عن ايه المشروعات اللي هنعملها في المبنى،
و البنك ادانا ضمان ان هو هيسلفنا، احنا معاملتنا قوية جدا مع البنك، وعملنا ميعاد في فبراير وتقدمنا بطلب لشراء المكان. وبعد كده حصلت شوية حاجات بقى أثبتت إن ربنا له إرادة إن إحنا ناخد المكان ده هو. يعني مثلا أحكي قصة بسرعة، كان طلع موظف في البلدية يقول لنا إيه، طب المكان ده كبير عليك وخدوا نصه بس وندي شركة الإسكان النص نص. فحتى الإخوة اللي معايا الوفد اللي بنروح نعمل مفاوضات قالوا لي خلاص بقى كفاية عليك نص المبنى وسيب لهم النص التاني. قلت لهم طب استنوا بس لما أصلي وأرد عليكم. وصدقوا بعدين بعد شوية جم قالوا لي ها صليت؟ قلت لهم اه صليت. طب ووصلت ليه؟ قلت لهم بصوا طلعت فوق عند سورة أبو سيفين وقعدت أصلي. قلت له يا ابو سيفين عايزين ياخدوا منك نص المبنى، تديهم النص اليمين ولا النص الشمال؟ الراجل زعل وضير وشه الناحيه التانيه وما ردش عليا. يعني ايه يعني ايه؟ كان في شباب صغيرين من الجيل التاني، يعني ايه اللي حصل ايه اللي حصل؟ قلت له يا ناخد المبنى كله يا مش عايزينه كله، ناخده كله. ففعلا رحنا بلغنا رغبتنا للعمدة، والعمدة تعاطف معانا وقرر ان هو يكمل معانا. وفي يوم 5 سبتمبر سنة 2006 المجلس الحي اجتمع وقرر ان هو يدينا المبنى، ادونا المبنى هدية ما خدوش فيه حاجة، انما دفعونا ثمن الارض نفسها، يعني بشرط ان احنا نقوم في خلال سنتين نقوم بتطوير المبنى ونصرف عليه ما لا يقل عن 1,000,000 في تجديده. في يوم 30 نوفمبر 2007 تم نقل ملكية المبنى للكنيسة القبطية. كان يوم جميل احتفلنا فيه بهذه المناسبة. ومن بعدها ابتدينا نفكر جديا في تجديد المبنى وإعادة تقسيمه بالطريقة اللي احنا نستخدمه بيها يعني. وافتكرت بقى كلام طماف إيرين لما بتقول لي وابقى اشتري بقى عشان مش كل شوية يقلقوك. قلت يا سلام، أشوف كلامها ما يقعش في الأرض أبدا، يعني يتحقق كل اللي بتقوله لازم بيحصل. وعلى فوق يعني بسرعة ابتدينا نجدد. كان عملية شاقة جدا، ما كانتش عملية سهلة، المبنى قديم مبني سنة 1930 وما فيهوش عزل كافي وما فيهوش يعني المرافق بتاعته ضعيفة، يعني السانيتورة الحاجات الصحية كلها عملناها من جديد، الأبواب والشبابيك كلها اتغيرت لأنها كانت قديمة جدا ومتهالكة. وأذكر قبل ما يتجدد لما كانت تبقى فيه ريح شديد أو حاجة، بص تلاقي كأننا في سبوكن هاوس في بيت أشباح، الدنيا عمالة ترزع وتخبط من حوالينا. فمفيش فرفار، مفيش تدفئة في المكان، مفيش تجهيزات كويسة. فالحمد لله كل ده بنعمة ربنا. يعني أنا عمال أفتكر احنا اشتغلنا 4 سنين، يعني 8 و9 و10 و11 اشتغلنا في تجديد المبنى متواصلين يعني. واصبح لينا مبنى جميل جدا فيه امكانيات واسعه، في 16 فصل لمدارس الاحد، وفي 3 قاعات كبار زائد كنيسه ابو سيفين، كنيسه جميله وكبيره. وفي كمان عملنا سكن للطلبة لما لقينا البلدية عندها رغبة ان يكون ان احنا نساهم في احتياجات المجتمع، فقلنا لهم احنا برضو عندنا خبرة عن بيوت الطلبة، عندنا في كنيسة ماري جرجس بيت للطلبة، وقلنا لهم هنعمل هنا برضو بيت للطلبة عشان نخدم المجتمع وعشان سلفة البنك الكبيرة نقدر نسددها، فالدخل بتاع بيت الطلبة هو اللي بيسدد لنا السلفية بتاعت البنك. وفي حضانة للأطفال، وفي مكاتب لينا إحنا المسؤولين يعني وللإدارة،
وفي قاعة الراعي الصالح دلوقتي تحولت إلى كنيسة، كنيسة قديس أبانوب. فإمكانيات نشكر ربنا عليها حاجات جميلة. ولما جه قداسة المتنيح البابا الأنبا شنودة افتتح الدور الأرضي، كان خلص افتتحه. وسنة 15 في زيارة البابا تودروس ربنا يطول عمره افتتح الدور الثاني ودش لنا كنيسة أبو سيفين. ونشكر الله المكان بيقوم بدور عظيم جدا في تدعيم نشاط الأطفال في مدارس الأحد وفي الشباب وفي الصيف بالذات، وبيقوم بأنشطة ثقافية متعددة. نشكر ربنا على العطية دي والموهبة اللي ادهالنا، وإن شاء الله يبقى سبب بركة وخير لكل اللي بيتمتعوا بالخدمات اللي فيه. شكرا جزيلا.